يا صباح الخير، صباح الورد على كل مشاهدي ومتابعي برنامج اسمها زاكروس وين ما يكونون. صباح الخير لكل زملائي وزميلاتي داخل الاستوديو. احنا هسه حاليا بدار الازياء العراقيه لتقديم العرض الموسيقي، فخليكم ويانا وتابعونا. نشاط احتضنته الدار العراقية للأزياء وبإشراف وإدارة وزارة الثقافة، التي تؤكد على أهمية مد جسور مع المنظمات مع المثقفين ودعم مواهب وأنشطة الشباب، وبالتالي فهي واحة معرفية جمالية. دار الأزياء اليوم تحاول أن تقدم نموذجا للتحضر العراقي الجديد وإمكانية رسم آليات التواصل المثمرة مع الأفكار والإبداعات العراقية. هذا العمل المسرحي بالإضافة إلى معرض الرسم نريد أن نشير به إلى أننا في دار الأزياء العراقية بدأنا نحتضن الأعمال الثقافية والأدبية والفنية، وننوه لأهمية إقامة هكذا أنشطة مسائية لاستقبال العوائل العراقية، وبالتالي التأثير على مزاج الشباب بدعم الأنشطة الثقافية والتأكيد على أهمية أن تكون للثقافة العراقية دور في تنمية الذائقة الشبابية وذائقة العوائل العراقية التي تنتظر بشغف هذه الأنشطة الجمالية. العرض كان جدا ممتع طبعا بوجود ناس ذواقة، وشكرا للجميع لأنهم يعني كانوا محافظين يعني على الوقاية من فيروس كورونا، وشكرا للجميع وشكرا لكم. طبعا هو المرتبة الأولى هو الحر، بس أي صعوبات ما كانت أكو يعني كل شيء كان سهل وكل شيء كان لطيف. خلال يعني أسابيع يعني قليلة تدريب الفرقة الموسيقية وتدريب المسرح. احنا مجموعين يعني من زمان، لكن بالجديد يعني انضمينا للمنظمة وانجمعنا اليوم. طبعا احنا مشاركين مهرجانات داخل وخارج العراق، وعندنا طبعا فعاليات إنسانية، وقسم بينا كان منضم مؤسسة الفن السلام للمارس الثورة كريم مصفي، أيضا يعني داخل وخارج العراق كانت مهرجاناتنا، وهي رسالتنا هي رسالة السلام. طبعا رسالة السلام والتعايش بين كل الطوائف، وطبعا يعني أقول الحمد لله أنه احنا ساركين هذا الطريق، هو طريق السلام. بالبداية احنا كنا محضرين لهذا المهرجان قبل ايام بسيطة، فمن اتصلوا بينا تفاجأنا انه لازم تحضرون منهاج الحفل هذا بسرعة وقت. قعدنا قبل يومين سوينا بروفة بسيطة مدة تقريبا ساعة، تفاهمنا على الأغاني اللي راح نقدمهن المقطوعات، بعدين جينا بيوم العرض سويناهم بروفة سريعة وصعدنا على المسرح. صار شيء سريع بس الحمد لله طلعنا شغل حلو. والله
العرض كان كلش يعني ممتع، وتفاجئنا يعني بظروف الكورونا وكذا، كان يعني جمهور كلش يعني متحمس بالعرض، واحنا يعني كان الاتصال فجأة صار واحنا حضرنا، سوينا بروفات يعني ما تطول نص ساعة وسوينا العرض، فيعني الجمهور يعني كلش تفاجئت بي يعني انه حضر هيجي رغم الظروف اللي دمر بيها اوضاع الفيروس، وان شاء الله يعني تستمر هذه ويعني ويروح الوباء ان شاء الله.